احنا كنا بنتكلم على المشهد اللي احنا شفناه في البرلمان في فرنسا، مشهد رفع العلم الفلسطيني. وحتى لو احنا عندنا صورة ستيل من الفيديو يبقى كويس، او لو شغلنا الفيديو عملنا عليه بوز كده على الصورة نفسها بتاعت رفع العلم. ايوة المشهد ده زي ما كنت بقولك هو مشهد دال على ايه؟ على انه البرلمانات، وهذه البرلمانات هي التي تشكل الحكومات، بدأ يبقى في وعي حقيقي وإيمان واضح بعدالة قضيتنا، ألا وهي أيوة ألا وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. زي ما أنا كنت بقولك من شوية، هل دي هتبقى صورة وحيدة منفردة، ولا إنه هيبقى في عندنا عدوى إيجابية تنتشر في برلمانات أوروبا وقد يكون في برلمانات العالم؟ أنا بقولك هي عدوى إيجابية وسوف تنتشر، وانتشار سريع، وزي ما يقولوا كده في التعبير الرائج انتشار النار في الهشيم. طيب هل ده قد يؤدي إلى شيء؟ هقول لك وارد جدا أنه هذا المشهد قد يؤدي إلى شيء، وارد جدا يكون المشهد ده جزء من مشهد أكبر منه. يعني لأول مرة أوروبا تبدأ، وإحنا كنا بنتكلم في الكلام ده بقالنا شهور، لماذا تقف أوروبا صامتة؟ لماذا لا توقع عقوبات على الكيان الصهيوني المحتل للأرض العربية؟ إن فعلت أي دولة أو أي نظام سياسي ما هو أقل من عشر معشار ما قامت به إسرائيل لقامت الدنيا ولم تقعد، ولوقعت عليها وفرضت العقوبات من أكبر الدول وحتى أصغر الدول، كله ساعتها هيبقى نازل عايز يوجب ويقول لك وانا كمان شريك في العقوبات الاقتصادية، وانا شريك في العقوبات الفلانية والعلانية الى اخره، كله هيبقى عاوز يبقى جزء من مشهد ما حتى يتم الرضا عنه يعني. طيب المرة دي العقوبة طبعا مش خارجة من عند الولايات المتحدة الامريكية. خلي بالك امريكا في عندها آلية غريبة جدا، لو لقت العالم مش مستعد لعقاب جهة ما تبدأ هي تفرض عقوباتها من جهتها. تعالى نرجع للمشهد الكبير. المشهد الكبير بيقول ان انا عندي حراك بشري، عندي حراك انساني، عندي حراك من الشعوب، عندي حراك عظيم من الطلاب، كويس؟ وفي مشهد بيجي جنبه الا وهو اعتراف او تصويت من 143 دولة في الجمعية العامة بانه فلسطين تبقى دولة كاملة العضوية بالامم المتحدة. وعندي مشهد ثالث، إن أنا في عندي ثلاث دول أوروبية بشكل واضح ومباشر ومستقل تعترف بالدولة الفلسطينية، منهم أسبانيا. خلاص؟ طيب فيبقى أنا عندي أسبانيا وعندي النرويج وعندي إيرلندا، وفي نفس الوقت يبدأ الاتحاد الأوروبي يفكر بصوت عالي، وده بقى إيه؟ جزء عظيم ومهم جدا من المشهد. أنا مش بقولك إنه ده قرار نهائي من الاتحاد الأوروبي عشان تبقى برضو حضرتك عارف، المسألة مش كده خالص. المسألة إنه الاتحاد بيفكر بصوت عالي، وبصوت عالي دي برضو مهمة إن احنا نشرحها. في إيه؟ في فرض عقوبات على إسرائيل. يعني يوم 7 أكتوبر لما كان كل العالم ضد فلسطين، كل العالم ضد فلسطين باستثناء بطبيعة الحال طبعا المنطقة العربية فالهم واحد، لكن كان كل العالم يتحدث على ايه اللي عملوه الفلسطينيين، ده بيعملوا كارثة، ده بيعملوا مذابح، الارهابيين الوحشين اللي مش عارف ايه كلام من ده. في دولة واحدة بس في العالم، واحدة بس، خدت قرار انها تقف امام كل العالم، شالت فلسطين على ظهرها وقامت. لا هي مش قامت، عارف انت يقولك شرخت، هي كده خدت فلسطين على ظهرها وشرخت، دخلت طاحت في اوروبا وفي الامريكان وفي كل دول العالم. هل طاحت عنفا؟ لا، طاحت جهدا،
طاحت تصريحا، طاحت تفاوضا. البلد دي اسمها جمهورية مصر العربية، خدت على عاتقها أنها لن تقف بصمت عاجز أمام ما يحدث، مش ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، أمام ما يحدث في العالم مهاجما فلسطين التي تدافع عن حريتها واستقلالها. حركت إعلامها كله، مصر حركت إعلامها كله، وإعلامها الحقيقة أقدر أقول لك إنه طواعية وبالهم الذي يحمله تاريخيا ووجدانيا هو عاوز يتحرك لأجل هذه القضية. برلمانها اتحرك، رئيسها قال انزلوا عبروا عن رأيكم في الشوارع لما كان واقف مع أولف شولتز المستشار الألماني عندما أتى إلينا في القاهرة أهلا وسهلا. قال له الناس هتنزل الميادين، فالناس فعلا خدت بعضها وما صدقت وراحت نازلة الميادين، يرفعون العلم الفلسطيني، يهتفون لأجل فلسطين وحريتها واستقلالها. فكانت المظاهرات المصرية والزخم الشعبي المصري هو الجزوة التي أشعلت التحرك الجماهيري في العالم كله. الإعلام المصري كان هو شرارة إطلاق للعالم كله حتى يتحدث عن هذه القضية وعن معاناة هذا الشعب. التحرك السياسي الرئاسي المصري الحثيث، ونظرا لمركزية القضية بالنسبة لنا، ونظرا لأنه مصر هي المركز والمحور الرئيسي لهذه المنطقة، فأتى زعماء العالم إلينا، وأنا لا أتحدث بهذا الحديث صلفا وإنما أتحدث به إعجابا وفخرا وشرفا، لحد ما لقينا إنه الأوروبيين بيفكروا بصوت عالي، وبصوت عالي دي لازم لها تفسير. ليه قالوا إحنا بنفكر؟ كان ممكن ما يقولوش إحنا بنفكر، ولو ناويين يوقعوا عقوبات فهيبدأوا في عمليات توقيع العقوبات ومسألة كتابة برنامج العقوبات بشكل تدريجي إلخ 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 إلخ. خليني هنا أرحب بأحد أبرز وأهم المتخصصين في هذا الشأن، ألا وهو السيد عبد الغني العيادي، المحلل السياسي المعروف والخبير في الشؤون الأوروبية والمستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، محدثنا من باريس. أهلا بك. تحياتي سيدي. تحياتنا ليك سيد عبد الغني. ونتحدث على مسألة أنه أوروبا بتجري مناقشات، والمذيع وصفها بأنها وكأنها تفكر بصوت عال حول فرض عقوبات على إسرائيل. كيف ترى ده سيد عبد الغني؟ وهل تفكر أوروبا فعلا بصوت عالي، ولا أنها تنتظر مباركة أو تأييد ما؟ هي في الحقيقة هناك فيرورة في الموقف الأوروبي، فيرورة منطقية تحترم الزمكان وتحترم الظروف الجيوسياسية. لا يمكن لها أن تنطق بحكم بعد 7 أكتوبر أو بعد مجزرة من هنا أو هناك، بل فقط تساير الظروف وتساير المستجدات. طبعا الأساس في تأسيس الاتحاد الأوروبي هو خدمة السلام والحقوق الإنسان والحفاظ على الأمن. إذا كان هذا هو هدفها على أرض أوروبا، فهو أيضا هدفها خارج أوروبا. لها 7 إكراهات ذاتية باعتبار أنه اتحاد غير سياسي يمشي ويسير بخطى ثابتة نحو كيان سياسي يتحدث لغة سياسية يتجاوز اللغة الاقتصادية التي تعتبر خارطته الجينية والمؤسسة له منذ أن تأسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية. اليوم وابتداء من تولي جوزيف بوريل مسؤولية الخارجية في المفوضية سنة 2019،
تم رسم خارطة سياسية ودفعت الأحزاب السياسية وما تزال تدفع من أجل كيان سياسي له كلمته، حينما يتحدث عن العقوبات سيتحدث بمنطق الموقف المستقل عن الريادة الأمريكية. أنتم تعلمون بأن أوروبا مرتبطة بمواثيق دولية، مرتبطة بكونها أغلبية غالبة في الناتو، مرتبطة وملتزمة بدفع بأوكرانيا ضد روسيا، مرتبطة بمجموع مواثيق بما فيها تلك التي أبرمت مع إسرائيل باعتبار أن سنة 2000 تم الإمضاء على عقد شراكة متقدمة مع إسرائيل، وتعتبر أوروبا الشريك الاقتصادي رقم واحد لإسرائيل، تساند البحث العلمي الإسرائيلي بما يصل إلى 97 مليار دولار بين 2021 إلى 2027. الآن تنفرد بهذا الموقف تدريجي كما قلتم في التقديم عن مصر، حتى أوروبا تعتمد التدريج وتعتمد المفاوضات ولا تلقي بكل أوراقها ضربة واحدة أو مرة واحدة. هي الآن قد وصلت إلى حد التلويح بالعقوبات كتحصيل حاصل والتأثير أو تأثرا أيضا بموقف الدول الثابتة على موقفها المتعاطف مع القضية الفلسطينية. وأنتم تعلمون أن داخل الاتحاد الأوروبي هناك نوع من عدم الانسجام في الموقف، فإسبانيا والنرويج وإيرلندا وأوروبا الشمالية عموما ليست من على نفس الموقف كألمانيا وموقف فرنسا أيضا. اليوم وأمام الحالة الإنسانية التي تعيد إلى أوروبا تاريخا مظلما دمويا يعقدها إلى يومنا هذا، تحاول أن تخرج من عنق الزجاجة بموقف مشرف، موقف يحترم الشرعية الدولية، يحترم القوانين الدولية، يحترم قرارات محكمة العدل الدولية، للتأسيس لكيان جيوسياسي مستقل عن الريادة الأمريكية الممتقدة بشكل كبير داخل أوروبا وخارجها بحكم موقفها المتماهي مع المجازر التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني. إذن سيد عبد الغني، هل تعتقد أنه أوروبا في سياستها التدريجية تجاه القضية أو قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة العربية أو في الشرق الأوسط من الوارد أن تبدأ في انتهاك شكل من أشكال العقوبات؟ من الوارد جدا، خاصة وأننا نعلم أن على بعد أسبوعين من الانتخابات الأوروبية ومن تجديد أعضاء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، هذا رهان انتخابي خطير ومهم بالنسبة لمن هم الآن في الحكامة. مثلا فرنسا إذا لو نجح اليمين المتطرف مثلا في الاحتلال المرتبة الأولى، سيكون ذلك على الرئيس الحالي تأثير سلبي، ثم أن الأحزاب تدفع كل البيانات السياسية التي خرجت من الأحزاب السياسية في الأسبوع الماضي كلها تدين وتستعمل عبارة الإبادة، رغم أن محكمة العدل الدولي لم تستعمل مصطلح الإبادة، قالت فقط بأن هناك خطر. وذهبت الأحزاب السياسية الأوروبية المؤثرة على الأغلبية الحاكمة إلى استعمال عبارة الإبادة، وهذا تغير مهم. والديمقراطيات أو من خصائص الديمقراطيات الأوروبية أنها تنصت إلى نبض الشعب وتنصت إلى رأي التعددية السياسية، وأن الحكامة فيها تمارس بشكل تضامني بشكل تشاركي ولا تمارس بشكل استبدادي. ستكون هناك إجراءات عقابية ربما ستبدأ من الجامعات. تعلم أن الإسرائيليين كما الفلسطينيين يشاركون في البرنامج الأوروبي التبادلي للطلاب، ونظرا للاحتجاجات الطلابية والمواقف المشرفة لرؤساء الجامعات ربما ستبدأ من هنا، بل وقد بدأت العقوبات من هنا، إذ ذهبت بعض الجامعات إلى قطع علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، وهذا شكل من أشكال العقاب. ثم إن
هناك تعاملات اقتصادية، ثم إن هناك مواثيق خاصة ميثاق أو معاهدة الاستيراد وتصدير الأسلحة بين فرنسا وإسرائيل مثلا، لو ثبت ولو تحكمت أو غلبت الطرف الذي يقول بأن هناك إبادة، لو غلب على الموقف الذي يشكك في ذلك، فستنقطع العلاقة العسكرية أو بيع السلاح لإسرائيل، وهذا شكل من العقوبات، وهذا يعني من بنص المعاهدة بقوة القانون. ثم إن هناك أمر ثالث أو أخير وأهم الأمور، وهو أن أوروبا تدافع عن مصالحها كما كل الكيانات الجيوسياسية، كما كل الدول، كما كل الشعوب، الكل يدافع عن مصالحه. اليوم وبعد أو يعني في ضوء ما يحدث بإسرائيل التي كانت تعتبر بعد الحرب بداية الحرب الروسية الأوكرانية مصدر التموين بالطاقة، اليوم هي محل شك بالنسبة للتموين الطاقي. اليوم نحن صيفا والشتاء وقريبا، وأوروبا تستشرف المستقبل وتعلم أهمية العلاقة الاستراتيجية مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي اليوم مناسبة لا لأوروبا ولا لشمال إفريقيا والشرق الأوسط أي جهة ميناء لإعادة إنتاج ما بدأته المفاوضات قبل، أي إنتاج علاقات شراكة متجددة ومتقدمة بين الاتحاد الأوروبي وجهة ميناء. هذا تحدي سياسي يسحب البساط من تحت نتنياهو ذاته، ذلك الذي وقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ضربات 7 أكتوبر وأخرج الخارطة وقال أننا قبل التطبيع كنا محاطون وكنا نخاف، واليوم نحن لا نخاف وسنشرع في علاقة بيننا وبين الشمال مباشرة. كان يستشرف مستقبلا استراتيجيا، وبهذا التقارب بين الشرق وشمال إفريقيا وأوروبا، أي بين ميناء وأوروبا، هو موقف سياسي خطير يضرب في العمق مصلحة اليمين الشعبوي المتطرف في إسرائيل وفي غير إسرائيل. عظيم. طيب سيد عبد الغني، مهم عندي أن أنا أسمع تحليلك أو رؤيتك لما حدث في البرلمان الأوروبي من رفع للعلم الفلسطيني، أسف في البرلمان الفرنسي. هذه من كيف يمكن أن أقولها بأدب وبموضوعية، نحن نعيش فترة انتخابات وحملة انتخابية شرسة في البرلمان أو تحت قبة البرلمان. هناك تيار شعبوي يساري يركب بعضا ما على دغدغة العواطف ويتخذ مثل هذه المواقف للضغط وللإعلام ولربح بعض النقاط، لأنه يظن أنه بفعل هذا سيربح أصوات الناخبين الذين يتعاطفون مع القضية الفلسطينية. لا شيء يا استراتيجي في هذا الفعل، وقام به قبلا عديد من البرلمانيين حينما تعلق الأمر بمطالب أخرى داخلية كمطالب حقوق المثليين والحقوق البيئية والتلوث، تلوث البحار مع جرين بيس. يعني هذا شكل من أشكال الاحتجاج، شكل من أشكال المبارزة السياسية الانتخابوية، وشكل من أشكال المبارزة بين الشعبويتين، لأن البرلمان الأوروبي الفرنسي للأسف الشديد يعني يتضمن خطين شعبويين، واحد من اليمين المتطرف والآخر من اليسار المتطرف. هل هذا سيضمن استقلال فلسطين؟ هل هذا سيضمن مصلحة فلسطين؟ هل هذا سيوقف إطلاق النار؟ هل هذا سيقيم دولة فلسطين دولة مستدامة؟ هل هذا سيعطي للقدس القدس عاصمة لفلسطين؟ لا أظن أن مثل هذه الحركات تستطيع أن تؤثر بشكل أو بآخر. لكن هل هذا المشهد، ألا ترى سيد عبد الغني أن هذا المشهد يتماشى مع الاتجاه الأوروبي اللي من الوارد أنه يقوم بفرض عقوبات، يتماشى مع الحراك الطلابي الموجود في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، يتماشى مع التظاهرات الموجودة في أكثر من عاصمة أوروبية وفي أكثر من ولاية أمريكية؟
أؤكد لكم بأن هذا التحرك وهذا الفعل هو من فعل خط شعبوي ليس بأغلبية سياسية وليس له تأثير كبير قد ذبح رهان الانتخابات الماضية لفراغ الشارع السياسي، لكن الحكامة السياسية سيدي، تدبير الشأن العام، تدبير دولة هي الرابعة دوليا عضو في الناتو ولها موقع سياسي دولي عظيم مثل فرنسا، لا يتم بمثل هذه أو لا يتأثر بمثل هذه الحركات. هي حركة فقط يقوم بها للأسف الشديد بعض من لم يدركوا معنى التحرك من داخل المؤسسات، للمؤسسات لغة وللشارع لغة. طبعا هذا الخط الشعبوي موجود في الساحة الطلابية، موجود في الشارع، موجود في النقابات، لكنه لكن القاعدة الفرنسية تقول كل ما هو عنيف لا يسمع أو كل صوت عال لا يسمع. الحكمة هي ما تسمع في المؤسسات، والعمل في المؤسسات وعمل في اللجان وهو يعني مفاوضات وهي توافقات إلى غير ذلك. رفع العلم لا يؤثر وربما سيجعل صاحبه محل انتقاد ومحل عقوبات من طرف المكتب المسير للجمعية العامة بفرنسا. أشكرك جدا جدا سيد عبد الغني العيادي، المحلل السياسي الكبير والخبير في الشؤون الأوروبية وطبعا مستشارا سابقا بالبرلمان الأوروبي.